سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل والجميل بحضوركم وحضوركن الجميل، لأنه أولا يصادف ذكرى العيد الأممي أو اليوم الأممي لحقوق المرأة، هي مناسبة لكي نجدد الرهان على ضرورة متابعة النضال من أجل المناصفة الحقيقية، من أجل المساواة، من أجل الكرامة، ومن أجل تجويد مدونة الأسرة. ثم أنها مناسبة أخرى ترتبط في هذا اليوم، كان لقائي مع الكثير من هؤلاء الأصدقاء والصديقات أثناء توقيع ذات الوجه والقطار الذي يحضر فيه الكثير من الحاضرين في ذلك العمل، 12 و10 يعني مارس كان ذاك اللقاء. المسألة الثانية، اسمحوا لي أن أهدي هذا التكريم الذي شرفتموني به للأستاذة نعيمة زروال، للأستاذ سعيد قراني، للأستاذ محمد الطامي الذي توفي منذ يومين، ولكل من أعطى جسده وفكره وروحه من أجل الرفع من منظومة التعليم رغم كل ما تعانيه من عوائق لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الإحباط، ولكن مع ذلك لا زالت المدرسة المغربية تنتج من المتفوقين، من النبهاء، من المبدعين، من المخترعين، من المؤرخين، ما يسمح لنا بأن نقول أنهم يريدون أن يقولوا بأن المدرسة العمومية معتوها. أقول رغم كل الإحباطات المدرسة المغربية ما زال بإمكانها أن تعطي الكثير الكثير، وأن لولاها لما بنى هذا الوطن تنميته، وما بنى اقتصاده، وما بنى ديمقراطيته في خطوتها والتي ينتظرها الكثير والكثير أمامها، ما دامت الديمقراطية طريق شاق صعب مليء بالمنعطفات والمنعرجات، ولكن دور رجال التعليم فيه لا يمكن إلا أن يكتب بمداد الذهب، وينبغي أن يبرز في كل اللحظات، لأنه يريدون تهميش رجل التعليم، وكأنه لا دور له في بناء هذا الوطن، والحال أن استقلال الوطن جاء من المدرسة الوطنية، وبناء الوطن جاء كذلك من أبناء المدرسة الوطنية. فإذا هو تكريم ليس لشخصي فقط، هذه محبتكم فقط، هذا جمال روح أرواحكم، أن الأساس هو تكريم لرجل التعليم والمرأة التعليم، لرجال ونساء التعليم. الاعتراف في عمقه هو أولا وقبل كل شيء تحقيق لذات الإنسانية، بحيث أنه عندما نسعى إلى الاعتراف ففي العمق فإننا نسعى إلى اعتراف جماعي بذات جمعية. أمامكم اليوم ليس مصطفى سكت، أمامكم ذواتكم التي أعطت الكثير، أمامكم أساسا هذه الذات الجمعية التي لولا حضوركم فيها ما كان لي أن أكون ما وصفتموني به وما كنت أقوم به في اعتقادي
ومجرد واجب الإنسان الذي ينبغي أن يقوم به. أقول بأنه ثلاث أشياء ينبغي دائما أن تظل راسخة في علاقاتنا. الأولى هي أن نعمل بحيث أن نعتبر دائما الإنسان عندما يقوم بأي سلوك وبأي موقف ليقل مع نفسه أنه يشرع للإنسانية جمعاء. بمعنى آخر أن أي سلوك أو موقف في حياتنا أينما كنا ففي عمقه هو تشريع لما ينبغي أن يقوم به الآخر، بدون أن نستوعب هذا أننا نعمل من أجل أن نقدم قانون تشريعي عام لكل الإنسانية، فإننا بذلك نسقط في كل ما يميز أو ما يتميز به السلوك في انتهازيته وفي خصيصيته إلى آخره. دونك هذه مسألة أساسية في اعتقادي. المسألة الثانية وهي أنه ينبغي أن نسلك في كل مواقفنا وتصرفاتنا بحيث نعتبر أن الإنسانية، أقول إنسانية ماثلة في أنفسنا وفي الجميع، غاية وليست وسيلة. أي أنه الإنسان يظل دائما هو الغاية، وكلما كان موقفي عنده هذا البعد الإنساني كلما كان لي صمام أمان حتى لا أنساق وراء البهيمية ووراء الغرائز. قد تقول لي فعلا أنك إنسان وأن لك أيضا رغبات وغرائز، أقول اعمل من حيث أن إرادتك الطيبة هي الإرادة المشرعة الكلية، وعاش إمام الكانت. أن تكون إرادتك الطيبة هي الإرادة المشرعة الكلية، معناه أن الإنسان لا يتميز فقط بكون أنه إنسان إرادة راغبة أو إرادة عاقلة، بل هو إرادة طيبة تؤسس لما ينبغي أن تكون عليه مملكة القيم الأخلاقية وذاك المجتمع الفاضل. هذا هو الأساس، بدون ذلك لا يمكننا إلا أن نظل مرتبطين بخصوصياتنا الذاتية. مسألتان أخيرتان، هناك الشرف وهناك الحب أو المحبة. أقول أنه ينبغي في مسيرتنا، وأنا لا أعطي نصائح وحاشا أن أعطي نصائح أبدا، أنا أتقاسم معكم بعض الأفكار. الشرف، أن نشتغل بشرف، أن نعمل بشرف، لا وليس نشتغل، العمل في كل المجالات، أن نعمل بشرف، أن ننتصر بشرف، أن ننتصر بشرف، أن لا نقتل الآخر، أن ننتصر ولكن بشرف، وأن ننهزم بشرف، أن يكون انهزامي، أن أنا هزيم ماشي عيب، ولكن أن أنهزم بشرف، وأن أنتصر بشرف، وأن أحيا بشرف، وأن أموت بشرف. الشرف كمبدأ أساسي هو مشعل يمكن أن ينير ما تبقى في حياتنا وفي طريقنا. والمسألة التالية الحب. الحب ينبغي أن نحب بعضنا البعض. عندما نتأمل في كل من عاشرنا وغابوا عنا تحضر أرواحهم الآن، لأننا لم ننسهم يوما، غادرونا ولكنهم حاضرون الآن معنا في ذواتنا بدواخلنا. ينبغي أن نتساءل مع أنفسنا وأن نستدرك ما تبقى لنا من الوقت، أن نستدرك الموت تخطف منا في كل فترة وفي كل لحظة واحدا منا. ينبغي أن ننتبه إلى ذلك وأن نقول لا شيء يمكن أن يسمو على الحب. في الحب تجتمع كل الفلسفات، وفي الحب تجتمع كل الديانات. ليكن دينك ما شئت، لتكن فلسفتك ما شئت، ولكن الحب، حب الإنسان أن تحبه لله
أن تحبه من أجل الحب في حد ذاته، أن تحبه من أجل الإنسانية. هذا الحب هو وحده الذي يمكن أن يحول أي مؤسسة، أقول مؤسسة، ونعرف ما للمؤسسة من إشراطات. المؤسسة تخلق، المؤسسة تخنق قوانين، المصادر، الإجراءات خانقة وتخنق، وذات طبيعة سلطوية، ولكن بالحب وبالبعد الإنساني في هذا الحب يمكننا أن نحول المؤسسة من مؤسسة ذات طابع، واسمحوا لي الكلمة، سجني، إلى مؤسسة يهرول إليها الجميع، جميع الفاعلين التربويين، وأقول الفاعلين التربويين من باب المؤسسة إلى داخل مروراً بالإدارة. الحب والعلاقات القائمة على الحب وعلى الإنسانية هي التي يمكنها أن ترقى بعلاقاتنا التربوية وعلاقاتنا الإدارية. واعلم رعاكم الله، واعلموا، اسمحوا لي، واعلموا رعاكم الله أنه في هذه اللحظة ستقول مع نفسك: خرجت بشرف، وطيلة زمن التاريخ مع هؤلاء الناس كنت أحبهم وحاولت ما أمكن أن أشعرهم بهذا الحب. أكيد لن تقابل إلا بالمزيد من الحب. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لمن مثل، اسمحوا لي بين قوسين، من مثل كل الأطياف.